النادي الاسماعيلي ومن افضل الحراس اللي جم في تاريخ الكوره ونادي الاسماعيلي بالاخص كابتن سعفان الصغير. واكيد هو يعني احنا بنتكلم هو مدرب حراس مرمى نادي الاسماعيلي الاسبق في حراسه المرمى. كابتن سعفان تحياتي ليك كابتن. كابتن محمد ازيك يا مبارك ابو الكباتن. كابتن صبحي الحمد لله بيسلم عليك. كابتن محمد صبحي معانا هنا وبيسلم عليك كابتن. طب يسمع برضه صبحي تروح تطلع تلفزيون من غير ما تستاذن مني يا صبحي. انا لسه مكلمك اول امبارح دولي. ازيك يا حبيبي اخبارك ايه؟ ازيك يا صبحي؟ ازي حضرتك يا كابتن سعفان؟ نور ابو الكباتن. نور ابو الكباتن. ربنا يخليك ربنا يخليك. خليني اقول لك كابتن يمكن النادي الاسماعيلي بيحاول يسترد عافيته في مبارياته القادمه ان شاء الله في الدوري وبالاخص بقى مباراه صعبه امام بيراميدز. يعني شايف نادي اسماعيلي في كاس الرابطه كابتن والمستوى الفني وهل ده مبشر بالخير بالنسبه للعوده مره اخرى بقوه في الدوري الممتاز في مباراته القادمه؟ طبعا الدوره اللي اتلعبت الاخيره دي في اثناء توقف اثناء المنتخب كاس الامم الافريقيه طبعا كانت دوره مفيده اكثر للنادي الاسماعيلي وودي الثقه اكثر للعيبه كمان وفنشوا مركز اول وكسبوا اخر ماتش الجونه كانت نتيجه كويسه جدا 4. ان شاء الله طبعا انت عندك ماتش صعب جدا بيراميدز بعد بكره ان شاء الله. كل ماتشات صعبه على فكره مش بيراميدز بس. صحيح اتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر نحقق الثلاثه بوينت لان هيفرقوا معانا نفسيا جدا الفتره اللي جايه ديت. انت عندك بعد البيراميدز عندك الجونه وبعدين المقاطعه وبعدين في توقف دوري بعد كده. فيا ريت الثلاث ماتشات الجايين دول يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا فيهم ونقدر نجيب التسعه بوينت لان احنا محتاجينهم جدا. مش ده مركز النادي الاسماعيلي طبعا وكلنا زعلانين عشانه حتى لو احنا موجودين او مش موجودين. نادي كبير وكل مصر بتشجع النادي الاسماعيلي بس هي كبوه ان شاء الله وتعدي. تعدي كابتن. ارجو بس الصبر على اللعيبه والصبر على الجهاز الفني. مش كل شويه نغير اجهزه مش كل شويه نغير لعيبه لا يعني خلينا ان شاء الله الفتره الجايه دي كده نركز في الثلاث ماتشات دول وبعد التوقف بعد كده في توقف علشان مباراه السنغال ربنا يكرم ان شاء الله كابتن محمد بس اهم حاجه الثلاث ماتشات الجايين دول. كابتن رايك في حراسه المرمى في الاسماعيلي في الوقت الحالي كابتن كواحد من اللعيبه يعني المدربين اللي يعني شاركوا في وقت ما في تدريب حراسه المرمى في النادي الاسماعيلي؟ والله بص يا كابتن مركز حراسه المرمى دوت في اي مكان في العالم مش في الاسماعيلي بس بيبقى حساس شويه. بيبقى عندك اثنين كبار لازم واحد صغير تحت السن زي كمال السيد. صبحي كان شغال ومعاه فوزي ومعاه عواد. صبحي كان طبعا الخبره بتاعهم الكبير بتاعهم. في اثنين صغيرين في السن بيتعلموا من الكابتن صبحي. حاليا في عمر رضوان دلوقتي في احمد عادل عمنا في محمد فوزي في كمال السيد. الماتشات بتدي خبره اكتر. بس انا اتمنى بس ان يعني احنا ايه ما نبقاش نشد شويه على اي حارس مرمى يغلط. لازم نستحمل لازم نصبر لان هم دول لعبتنا. مش هينفع خلاص يتغيروا الموجودين عندنا موجودين الانتقالات خلاص. ف يعني اتمنى المركز دوت يبقى فيه صبر شويه. هل فوجئت برحيل كابتن صبحي كابتن؟ يعني هل كنت متخيل ان يتم الاستغناء عن كابتن محمد صبحي في ظل انت بتقول انت محتاج خبرات موجوده ومركز حراسه المرمى ده يعني اعتقد مركز حساس زي ما انت اتكلمت يا كابتن؟ طبعا مركز حساس جدا طبعا وزي ما قلت لك وكابتن صبحي عارف حاجه زي ديت. طبعا صبحي ما حدش يقدر ينكر مجهوده والبطولات اللي جابها النادي الاسماعيلي البطولتين اللي جابهم في وجوده في النادي الاسماعيلي منتخبات ناشئين ومنتخب اول. بس هي بتبقى كل جهاز فني يا كابتن محمد بيبقى ليه وجهه نظر يعني. الكوتش الارجنتيني له وجهه نظر. كابتن احمد حسام ميدو له وجهه نظر. كابتن محمد فاروق له وجهه نظر. تعفان له وجهه نظر. فهو استعان بالثلاثه الموجودين حاليا ومعهم رولا الصغير كمال السيد. فهي دي الكوره على فكره. يفضل الواحد يتعب ويشقى وفي الاخر ممكن يلاقي نفسه جوه المنظومه او بره المنظومه. بس انا قلت الصبح من فتره لما كلمته انا طبعا في اتصال بيني وبينه كتير جدا ولسه من 3-4 ايام بطمئن انا عليه. فيكمل لا يكمل ويشتغل ويدوس على نفسه لان صبحي من نوعيه زي عصام الحضري. بيحب يشتغل كتير بيحب يطور من نفسه بيحب يدوس على نفسه بيحب يشتغل ممكن يشتغل 2-3 في اليوم. فاتمنى له التوفيق. بس كابتن سعفان انت كابتن الاسماعيلي وهو كابتن الاسماعيلي فكره ان انا ببقى العلاقه ما بين النادي واللعيب الكبير ان انا ما اجي اقول انا ابن النادي وعايز ابطل في النادي المفروض الاداره برضو. انا مش مدافعات عن صبحي انا بتكلم على مبدا الانديه الكبيره واللي هي بتعمل قيمه لاولادها في فكره انك انهي حياتي في النادي. مش مفروض كانت الاداره او يعني ايا كان بقى قرار المدير الفني
كانت تتعامل بمنظور مختلف يا كابتن، ولا انت تتفق معايا ولا تتفقش في النقطه دي؟ بص يا كابتن، لان الانديه الكبيره زي الاهلي والزمالك والاسماعيلي، الانديه اللي الشعبيه كمان انديه كبيره، ولادها دول اهم حاجه. اتفضل كابتن. بص يا كابتن، انا زي ما قلت لحضرتك يا كابتن محمد وصبح عارف، يعني عاوز اقول لك كلمه، انا كنت كابتن النادي وجبت بطولتين نادي الاسماعيلي كاس ودوري، بس انا ما نهيتش حياتي في نادي الاسماعيلي. انا نهيت حياتي في امريكا. تمام. وفي لعيبه كتير انت جدا. انت هاي قوي يا كابتن، انت نهيت. لا مش هاي، انا ما لعبتش امريكا. لا انا بهرج معاك، بهرج معاك. محمد يمكن عارف، انا سافرت امريكا وسبت كل حاجه سنه 97 99 بعد ما ربنا كرمنا خدنا الكاس 97. فهي دي سنه الحياه اللي انا سافرت، ومحمد صبحي هكذا. وفي وعلى فكره وفي لعيبه كتير جدا في النادي الاسماعيلي غير صبحي وكباتن النادي ما ختموش حياتهم في النادي الاسماعيلي، خد بالك. يعني عندك كابتن محمد صلاح ابو ريشه ختم حياته في حرس الحدود. عندك كابتن ايمن رضوان الله يرحمه ختم حياته في حرس الحدود. ف يعني هي كره كده، بس بتفرق بقى من ايه، يعني هل انت لاكي، هل انت ممكن تكمل في الفريق، هل انت ممكن تختم حياتك في النادي الاسماعيلي. بتفرق من لعيب للعيب. في لعيبه كتير جدا ختموا حياتهم في النادي الاسماعيلي وحراس مرمى، وفي لعيبه زي انا وصبحي ومحمد صلاح ابو ريشه وفوزي جمال والعجوز وكذا لعيب، يعني اجيب لك نجوم كبيره ختموا حياتهم بره نادي الاسماعيلي. فهي دي الكوره. انا عايزه ما يزعلش، عايزه يشتغل ويدوس على نفسه، وان شاء الله يبقى حاجه. هو راجل بيحب ناديه بس يعني كابتن، فاهم؟ لا وانتوا كلكم اكيد كنتوا بتحبوه يعني. مين يا كابتن لغايه دلوقتي؟ يمكن كابتن صبحي عارف، يمكن انا شغال في نادي الاسماعيلي حاليا في قطاع الناشئين، وجالي كذا عرض خارجي ان انا اتولى مسؤوليه فريق اول من حوالي شهرين ثلاثه، بس انا رفضت عشان انا بحب اشتغل في قطاع الناشئين، تطلع النوعات الصغيرة، تديهم الأساسيات حراس المرمى وهم صغيرين، لأنك أنت ساعات بيجي لك حراس مرمى كبار يا كابتن ما عندهمش أساسيات، فبتتعب وبتاخد وقت كتير جدا. صحيح. أنا سعيد جدا في شغلي في نادي الإسماعيلي، أتمنى إن شاء الله صبحي إن هو يكمل، والسنة الجاية في نادي كبير إن شاء الله، ويقدر إن شاء الله يختم حياته برضه ويرجع نادي الإسماعيلي تاني إن شاء الله يا كابتن محمد. كابتن، سؤالي الأخير لحضرتك في ظل بقى منتخبنا واستعداده للماتش اللي جاي. كابتن سعفان، في ظل تألق أبو جبل ووجود الشناوي كحارس مرمى المنتخب الاول، يعني هو اول واحد كان، يعني هو اللي كان بيستعين بيه كروش، هل كيروش دلوقتي في مشكله كبيره في فكره حراسه المرمى؟ عنده يعني اكيد اختيارات صعبه بالنسبه له، ولا الامور سهله بالنسبه له كابتن؟ لا، هي الامور بقت سهله دلوقتي غير الاول يا كابتن. دلوقتي انت عندك ثلاث ماتشات والدوري هتوقف عشان ماتش السنغال. لا انا قصدي اختياره مين يقف يا كابتن. ما انا بكمل لك كلامي يا كابتن. هو بيقول لك يعني في ثلاث ماتشات في الدوري. تمام. ربنا ان شاء الله يبعد عن الاصابه عن ابو جبل وعن الشناوي وعن صبحي الصغير وعن محمود داد، وانا شايف ان اللي في الفورمه دلوقتي وجاهز نفسيا ومعنويا وكل حاجه ابو جبل، بس الثلاث ماتشات الجايين في الدوري دول ممكن يغيروا كل حاجه، خد بالك يا كابتن محمد. على حسب اختيار الكابتن المدير الفني كروش او معاه كابتن عصام او كابتن ضياء بيختاروا الحارس الاجهز، بس انا شايف ان الحارس الاجهز حاليا نفسيا ومعنويا ابو جبل يا كابتن. ابو جبل. احنا نتمنى كابتن ايا كان، يعني ان شاء الله هو ماتش. هو اي حد يا كابتن، انا بكلمك على الاربعه طبعا اللي موجودين. ما انت بتتكلم في الجاهزيه وامور كتير. لا الاربعه اللي موجودين يا كابتن بجد بامانه، لا اي حد فيهم يلعب يا كابتن ويسد.